رئيس جهاد طنجة تطوان الحسيني. إنه لشرف لي أن أكون اليوم بينكم أمثل مجلس جهاد طنجة تطوان الحسيني الذي أترأسه في افتتاح الدورة 15 للمنتدى الدارس. هي مناسبة كذلك لأجدد تشكراتي الخالصة باسمي وباسم المجلس وساكنة الجهة لمعهد أماديوس ولرئيسه على تجديد اختيار تنظيم هذا الملتقى العالمي الرفيع المستوى في مدينة ذات البحرين طنجة عاصمة الجهة. أصحاب المعالي أيتها السيدات والسادة، كما عودنا بذلك منذ تأسيسه، لقد اختار منتدى ميدايس مناقشة موضوع ذو أهمية قصوى وذو راهنية وله وزن خاص في سياق التراكم والتوالي الأحداث خاصة في دول الجنوب وفي القارة الإفريقية التي ننتمي إليها. إن اختياركم اليوم لهذا الموضوع أزمات مركبة، عالم متجدد من أجل عالم متعدد الأقطاب فيه الأكثر من دلالة، تعبر عن فلسفة وعن رؤية متبصرة لا تكتفي بوصف المشكل المتمثل في الأزمات، بل تذهب لاقتراح الحلول في إطار عالم متعدد الأقطاب. الدورة 15 ديال ميدايز جاية في مرحلة تطور ديال الأزمات في العالم. هذه الأزمات المتعددة والمتراكمة كتعرف عدد ديال الانعكاسات السلبية على السكينة ديال العالم، انعكاسات بالنسبة للأمن الذاتي ديال عدد ديال المواطنات والمواطنين، انعكاسات على القدرة الشرائية، انعكاسات على الأمن الغذائي، انعكاسات على الأمن الطاقي، انعكاسات على الأمن الصحي ديال السكينة ديال العالم. المغرب تحت القيادة الرشيدة ديال سيدنا الله ينصرو جاب عدد ديال الحلول. المغرب عنده حلول بالنسبة ضمن السلم والأمان في القارة الإفريقية وفي العالم. المغرب عنده الحلول في الحوار وفي التسامح في العالم. المغرب عنده حلول في ضمان هذا الأمن الغذائي باستثمارات قوية في الأسمدة في القارة. المغرب عنده رؤية ديال الإدماج القاري اللي غيمكن من تطوير القدرات، من تطوير خلق فرص الشغل للشباب ديالنا في القارة. القيادة ديال سيدنا برهنات في المغرب على نجاحات كبيرة بالنسبة للتطور ديال قطاعات متعددة، بالنسبة للانتقال الطاقي، بالنسبة للتطور الصناعي ديال السيدات والسادة. الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أشارككم افتتاح فعاليات الدورة 15 لمنتدى ميدايز التي تسعى مدينة طنجة باحتضان فعالياته منذ نشأته، ليتحول مع مرور الزمن إلى إحدى أهم محطات الحوار والتفكير على مستوى الدولي، وإلى موعد قائم في أجندة المملكة المغربية لترسيخ موقعها كملتقى عالمي لمناقشة أهم المواضيع الراهنة والمستقبلية، وتأكيدا لمكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي كنقطة التقاء وفضاء لتقاطع الجسور بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. إن أهمية منتدى ميدايز لا تكمن فقط في استقبال صناع القرار على المستوى الدولي، ولكن أيضا بالنظر إلى راهنية المواضيع المطروحة التي لخصها شعار هذه الدورة أزمات مركبة عالم متعدد. الدورة 15 لميدايز تتميز بحضور دولي كبير جدا هذه المرة. كلمة الافتتاح على لسان إبراهيم فاسي الفهري كانت كلمة شاملة، أكد فيها على موقف المغرب الواضح لحل القضية الفلسطينية ومطالبة المغرب بشكل مباشر للمجتمع الدولي للعمل لوقف إطلاق النار، لوقف جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. هذه الثوابت رفعت من مستوى الجلسة الافتتاحية
بشكل كبير جدا. هناك اهتمام هذا العام بمديز في دورتها 15، حيث ينعقد مديز في ظل ظروف تجاذبات وصراعات دولية كبيرة، في ظل تغير مناخي، في ظل خلافات إقليمية ودولية. أعتقد أن مديز كالعادة يوفر حلول لبعض المشاكل التي تمر بالقارة الإفريقية وبالمنطقة. تسليط الضوء وتركيز الكلمة الافتتاحية على ضرورة وقف الحرب ضد الفلسطينيين، وفي حضور دولي مميز وتوافق معظم الشخصيات الدولية التي كانت حاضرة على مطلب المغرب، يؤكد أن مديز يسير في الاتجاه الصحيح وفق المتطلبات لخدمة القضية الفلسطينية. هذا اللقاء مديز اليوم في مدينة طنجة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، هو لقاء سنوي جد مهم. كتعرفوا مدينة طنجة، احنا انا ماشي اول مرة كنحضر في اللقاء ديال مديز، هو لقاء جد مهم كيتجمعوا فيه خبراء كبار، وكيكونوا مواضيع جد مهمة اللي كتتعلق بالظرفية الحالية، كتتعلق بالقارة الإفريقية ايضا. واليوم العنوان ديال مديز في النسخة ديالو 15 كيهضر على الأزمات، وهذه الأزمات اليوم كما كتعرفوا بالنسبة للمغرب رحنا عشنا واحد الأزمة اللي هي صعبة جدا من بعد الكوفيد، جاء الزلزال ديال الحوز، وحنا الحمد لله بفضل التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو ديما كنشوفوا بان فيما كتكون شي ازمه كبيره كنخرجوا منها الحمد لله بسلام. علاش؟ باسكو الحمد لله سيدنا الله ينصرو كيعطي ديك ليسبري دو سوليداريتي. Doing our homework. We have a visionary king. We are proud of it here in Morocco. And we believe the vision of our king is a fully solution to this problem.